جميل شكرا. هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب. هل حضرت الطلبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم ووضعت أسماءهم في كشف الحضور. هل هناك طالب غائب اليوم؟ هل هناك طالب غائب اليوم؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ نعم كلهم حاضر والحمد لله. الطالب المتأخر هو سلمان. يا بني سلمان لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التبكير في الحضور ولكن عندما ركبت الحافلة وجدت الطريق مزدحما. أنت معذور يا سلمان ولكن بعد أن تعرفت أن الزحام من طبيعة الطريق لابد أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا. حاضر يا أستاذ. طيب لا نطيل من الكلام، هيا بنا نبدأ درسنا. طيب خلاص الآن رددوا قراءتي. أنا أنتم ترددون قراءتي جميعا من الأحواد والإخوان. عند المدرسة. عند المدرسة. عند المدرسة. عند المدرسة. المدرسة. أظن الأصوات قليلة. أظن الأصوات قليلة ولم يشترك جميعا. أظن نصفه فقط، لكن أريد أنتم جميعا أن ترددوا قراءتي. أقرأ لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا طلاب؟ كيف حالكم يا طلاب؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ كيف حالك أنت يا أستاذ؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. والحمد لله. هيا بنا نفتح درس. هيا بنا نفتح درسنا ببسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. 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 تعلمنا في الأسبوع الماضي مادة النحو. تعلمنا في الأسبوع الماضي مادة النحو. وسنواصل اليوم بإذن الله تعالى. نواصل اليوم بإذن الله تعالى مادة الصرف. مادة الصرف. الصرف. هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم جاهزون؟ نعم. نعم. نحن مستعدون يا أستاذ. نحن مستعدون يا أستاذ. جميل. جميل. شكرا. شكرا. هيا. هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب. هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب. هل حضرت الطلبة يا رئيس الفصل؟ هل حضرت الطلبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم. نعم حضرتهم. ووضعت أسماءهم في كشف الحضور. ووضعت أسماءهم في كشف الحضور. هل هناك طالب غائب اليوم؟ هل هناك طالب غائب اليوم؟ غائبون اليوم. وهل كلهم حاضر؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ وهل كلهم طالب متأخر؟ نعم. 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 كلهم حاضر والحمد لله.
كلهم حاضر والحمد لله. الطالب المتأخر هو سلمان. يا بني سلمان. يا بني سلمان. لماذا أنت متأخر؟ لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التبكير في الحضور. كنت أحاول التبكير في الحضور. ولكن عندما ركبت الحافلة. عندما ركبت الحافلة. وجدت الطريق مزدحما. وجدت الطريق مزدحما. أنت معذور يا سلمان. أنت معذور يا سلمان. ولكن بعد أن تعرفت أن الزحام من طبيعة الطريق. بعد أن تعرفت أن الزحام من طبيعة الطريق. لا بد أن تذهب من قبل. لا بد أن تذهب من قبل. ولا يتكرر ذلك أبدا. ولا يتكرر ذلك أبدا. حاضر يا أستاذ. حاضر يا أستاذ. يا أستاذ. طيب لا نطيل من الكلام. طيب لا نطيل من الكلام. هيا بنا نبدأ درسنا. طيب من الأساتذة كالمدرس من الأستاذة كالمدرس والأساتذة كالطلاب الأساتذة معنى الأستاذة كالمدرس والأساتذة كل الطلاب صحيح هكذا صحيح أم لا؟ طيب طيب الآن يكفي تفضل من الأستاذات أنتن كالمدرس والإخوان والأساتذة كالطلاب تفضلوا ابدأوا من الأخوات من الأستاذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلاب؟ بخير والحمد لله كيف حالك أنت يا أستاذ؟ بخير والحمد لله هيا بنا نبدأ درسنا ببهر استمر طيب تعلمنا في الأسبوع الماضي مادة النحو سنستكمل اليوم بإذن الله تعالى مادة الصرف مادة الصرف مادة الصرف مادة الصرف الآن أنتم جاهزون نعم نحن مستعدون يا أستاذ جميل شكرا هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب هل حضرت الطالبة يا رئيس الفصل نعم حضرتهم ووضعت أسماءهم في كشف الحضور هل هناك طالب خارج اليوم؟ فكلهم حالهم حاضر منهم وهل منهم طالب متأخر؟ نعم كلهم حاضر والحمد لله والطالب الآخر هو سلمان يا بني سلمان ماذا أنت عن الآخرة؟ كنت أحاول التبكير في الحضور لكن عندما ركبت الحافلة وجدت الطريق مزدحما أنت معذور يا سلمان ولكن بعد أن عرفت أن الزحام من طبيعة الطريق لابد أن تذهب من قبل فلا يتكرر ذلك أبدا حاضر يا طيب لا نطيل من الكلام هيا بنا نبدأ درسنا
إن شاء الله جميل جدا لكن الأصوات غير واضحة ربما هذا من أثر الشبكة لكن ما في مشكلة الحمد لله قد قرأنا جميعا تفضل سيد كورنيا ما من واحداً فواحداً أو كيف يسد أنت مع من الذي يحضر من الأساتذة أستاذ كورنيا مع أستاذ ريان غير موجود ربما أستاذ زكرول لكن أنا أريد أستاذ ذكر الله أستاذ ذكر الله مع أستاذ كورنيا للبداية تفضلوا لابد أن ترفعوا صوتكما نعم هل صوتي واضح يا أستاذ؟ الحمد لله صوتك واضح إذن سأكون مدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين صوت أستاذ ذكر الله؟ الصوت لا يسمع غير مسموع تذكرون موجود افتح الصوت أظن بدل أخوان موجود أوه موجود طيب طيب بسا تذكرون يا تفضل قادر يا هدر طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلاب؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ بخير والحمد لله هيا بنا نفتح درسنا ببسملة بسم الله الرحمن الرحيم طيب تعلمنا في الأسبوع الماضي مادة النحو وسنوصل اليوم بإذن الله تعالى مادة الصرف هل أنتم جاهزون؟ نعم نحن مستعدون يا أستاذ جميل شكرا هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب هل حضرت الطالبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم ووضعت أسماءهم في كشف الحضور هل هناك طالب غائب اليوم؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ عم كلهم حاضر والحمد لله الطالب المتأخر هو سلمان يا بني سلمان لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التبكير في الحضور ولكن عندما رقبت الحافلة وجدت الطريق مزدهما أنت معذور يا سلمان ولكن بعد أن تعرفت أن الزهام في الطبيعة الطريق لابد أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا حاضر يا أستاذ طيب لا نطيل من الكلام هيا بنا نبدأ درسنا هيا الصوت يا أستاذ مهيب أستاذ مهيب الصوت ما يزال أوه ما شاء الله عفوا يا أخواني أريد أن أقول ملاحظة إذا قرأت ماذا مثلا هل هناك طالب غائب اليوم يجوز أن تقرأوها هل هناك طالب غائب اليوم أو هل هناك طالب غائب اليوم لا يجوز هل هناك طالب غائب اليوم لا يجوز ممنوع يا yeah. هل هناك لا بد ان تقرأوا ماذا مثل هذا
Hal hunaka talibun ghaibun al-yawm? Ghaibun al-yawm aw hal hunaka talibun ghaibun al-yawm? Yajuz. Ayam nam. Lakin la yajuz. Hal hunaka talibun ghaibun ghaibul yawm? La yajuz. Hadha mamnu. Thumma satikrullah la tansa anta taqra wajadtu tariq wajadtu tariq wa hadha khata sahih wajadtu tariq thumma idza madha taqrauna hadarta la buda bitashdid hadarta law taqra bi hadarta hadha al mana ya tariq al makna hadha faqat antam antabih ba atambih minni al mulahadha minni. Thumma al-an tafaddalu Ustaz Hafid Akbar ma'a Ustaz Ma'aman. Aina anta ya Ustaz Hafid Akbar? Fil fisakan aw fil bait? Ya bait. Aw fi kharijil bilad? Fi Ma'aman. Oh, kharij dunya. Tafaddal Ustaz Sunardi wa Ustaz Hafid Akbar. بصوت واضح ارفع صوتك يا حفيظ. نعم سعد. انتم؟ انا كالطلبة. اوه انا مدرس. نعم انتم مدرس. طيب طيب. لم انظر الكتاب Ustaz Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u bi tamam assalam ya. Kaifa halukum ya tulab? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya ustaz? Bikhair walhamdulillah. Hayya bina naftah darsana bibasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ta'lamna fi usbu'il madhi madata nahwi wa sanu'awsilu yaum bi'idhnillahi ta'ala madata sarf. Hal antum jahizun? Naam. نحن مستعدون يا أستاذ. أستمر أستاذ أنس. جميل شكرا حيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب هل حضرت طالبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم ووضعت أسماءهم في كشف الحضور. هل هناك طالب غائب اليوم؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ نعم، كلهم حاضر والحمد لله. الطالب المتأخر هو سلمان. يا بني سلمان، لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التبكير في الحضور ولكن عندما ركبت الحافلة وجدت الطريق مزدحما. أنت معذور يا سلمان ولكن بعد أن تعرفت أن الزحام من طبيعة الطريق لا بد أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا. حاضر يا أستاذ. طيب لا نطيل من الكلام حيا بنا نبدأ درسنا. طيب خلاص أستاذ مهم. طيب شكرا لكم. ربما التنبيه مني لا يسمع، الملاحظة مني لا يسمع حتى سنردي يقرأ غائب اليوم، غائب اليوم أو غائب اليوم هكذا. ربما لا يسمع صوتي.
ما في مشكلة. الآن نستمر من الأخوات، تفضلي. من بو ليتي وأبو ريسكا موجودة؟ هل هي موجودة؟ هل هما موجودتان؟ طيب تفضل. أنا طالبة بوليتي مدرس نعم. طيب تفضل ارفع صوتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا طلاب؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ بخير والحمد لله. هيا بنا نفتح درسنا ببسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تعلمنا في الأسبوع الماضي مادة النحو، وسنواصل اليوم بإذن الله تعالى مادة الصرف. هل أنتم جاهزون؟ نعم، نحن مستعدون يا أستاذ. جميل، شكرا. هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب. هل حضرت الطلبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم، ووضعت أسماءهم في كشف الحضور. هل هناك طالب غائب اليوم؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ نعم كلهم حاضرون والحمد لله. الطالب متأخر هو سليمان. يا بني يا سلمان، لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التكبير في الحضور، ولكن عندما ركبت الحافلة وجدت الطريق مزدحما. أنت معذور يا سلمان، ولكن بعد أن تعرفت أن الزحام من طبيعة الطريق لا بد أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا. حاضرني يا أستاذ. طيب لا نطيل من الكلام، هيا بنا نبدأ درسنا. طيب شكرا لكما. أظن نكتفي. كيف ستذكرني؟ هل نكتفي ثم نستمر بالأسئلة الأخرى يتعلق بالمفردات ربما؟ طيب هل وجدتم في هذه النسخة المفردات التي لم تفهموها؟ تفضلوا اسأل إلي أو اسأل إلى أستاذ خير أنس أو اسألي للمشرفين. طيب مني يا أستاذ لو سمحت يا أستاذ. تفضل يا أخي الكريم. في هذا النص وجدت وكيف حالك أنت يا أستاذ. هل يجوز علي أن أقول مثلا وكيف حالكم يا أستاذ ليس بحالك؟ هذا أحسن. أحسن. أي ما في مشكلة، هذا أحسن. وكيف حالك؟ نتكلم بالجمع هذا للتعظيم، ما في مشكلة. نعم. تكريما لنا، تكريما لأستاذنا يجوز، ما في مشكلة. نعم. نتكلم مع أستاذ وهو منفرد مثلا. السلام عليك يجوز، السلام عليكم يجوز، وإياكم يجوز، وإياك يجوز، على فرحتكم يا أخي الكريم. لكن أظن بالجمع هذا أحسن. نعم. هذا من الآداب إلى من يعلمنا الآداب، إلى من أكبر منا عمرا. نعم. هكذا يا أستاذ الكريم. يا شكرا يا أستاذ. الآخر يا أستاذ، السؤال هل أنتم جاهزون؟ هل يجوز علي أن أجيب مثلا نعم نحن جاهزون يا أستاذ؟ يجوز، ما في مشكلة. يجوز. هذا يجوز. نعم. كلاهما صحيح. لو تتكلموا بمستعدون أو جاهزون سواء في المعنى، كلاهما سواء، كلاهما صحيح. السؤال الآخر.
Min kah? Ini. Masalah ini Ustaz. Tayib. Maaf Ustaz, tafadhal. Tayib. Al-kalimah hal hunaka talibun ghaibunil yaum hal yajuz alayya matalan hal min talibin ghaibin al yaum. Okay. hal hunaka hada yubaddil bi min aw man hal man hal min matalan hal min talibin ghaibinil yaum matalan. لو تكلمت بمن لابد من الجمع هل من طلاب من هذا من للبعض أوه نعم نعم لكن هذا أحسن على الصلاة تغير إلى الجملة الأخرى هذا أحسن الكلمات نعم أحسن الجمال هذا أحسن وهذا أفصح الكلمة نعم طيب ثم أشد كثير جدا يا أستاذي. يا بنيا سلمان. أيهم أحسن؟ يا ولد مثلا. كما قال أستاذ أنس إلى ماذا؟ إلى طلاب. يا ولد مثلا. أيهم أحسن أنت؟ يا بنيا أو يا ولد؟ جلوا مسح يا أيضا. ما في مشكلة لو تريد هذا على فرحتكم يا أخي الكريم. نعم. يا بنيا هذا من اسم التصغير ابن يا ابني يجوز يا ولدي يجوز يا بنيا هذا ربما كلمة يخط من اسم التصغير للماذا يدل على رحمة على الرحمة يدل على بأن مثلا كقول نبي الله إبراهيم عليه السلام على إسماعيل يا بنيا إني أرى في المنام أني أذبحك ثم كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله هذا أحسن يا بني مشكلة الأخير يا أستاذ كثير جدا ما شاء الله ولا يتكرر ذلك أبدا يتكرر أين نسبته لماذا يتكرر في الحضور يتأخر يتكرر في التأخر يعني يتكرر في التأخر في الحضور نعم. لذلك لا تكرر في التأخر طيب نعم إذا لا بأس إذا نقول مثلا لا تكرر ذلك أبدا لا بأس إذا نقول ربما مش مشكلة إن شاء الله نفهم بكلامك ما في مشكلة نعم ثم يا الأخير أخير جدا نسا. ما شاء الله هذا أنا أحبك ما شاء الله. هذا الإجابة من سلمان. حاضر يا أستاذ حاضر. الحاضر هذا في هذه الكلمة يجوز علي أن يمكن أن نقول طيب أو حسناً. هل يجوز على ياسد؟ يجوز لكن هذا بالنسبة الأمر من الأستاذ من المدرس لابد أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا لابد من الطلاب يتكلم سمعنا وعطائنا سمعا وطاعة وحاضر هنا بدلا من سمعنا وعطائنا حاضر يا أستاذ هكذا هكذا كما قال الشيخ سيد رمضان البصري الحمد لله طيب شكرا يا استاذ عفوا الاخر بويا عفوا ويا عفوا انا استاذين اولا الفا تفضلي عبد الكريم تفضلي شكرا عندي سؤال استاذ عندي سؤال طيب ساستمر عندي سؤال تفضل يا أستاذ سنابي تفضل طيب شكرا أستاذ برنيا عندي سؤال السؤال الأول في فقرة موجود الجملة هل كلهم حاضر في رأيي كلهم وجمع لماذا حاضر ليس حاضرون سات يمكن موجود دليل آخر أين في وسط
kulluhum hadir, laisa hadirun. طيب السؤال هذا جميل جدا. هل هناك طالب غائب اليوم وهل كلهم حاضر؟ لماذا لا هل كلهم حاضرون؟ نعم ربما الإجابة من الشيخ الكريم أستاذ أنس. لابد الكل الكل ليس العدد أستاذ. الكل ليس العدد. الكل إن اللغة العربية كناية عن الجمع. كناية. ما شاء الله. طيب هذا الإجابة جميل جدا. إذن المكني ليس بالمكنة. المكني ليس بالمكنة. إذن لا نساوي بين الكل والجمع. الكل هو المفرد. أنا له معنى جمعي. Oh, tapi laki kau sendiri ya Arif, laki nahu ya tawadu. Antum, masya Allah. Assalamualaikum. Inaya. Syukran laka ya Ustazil Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tafadhal ya Ustaz Sinari, tafadhal. Pada hayabina mawjud fi'il ba'duhum fi sukun wa fi akhir fi dumah. Aina apa ahsan hayya bina maujud fi'il ba'da dalika maujud sukun wa fi akhir maujud dhamma aina al ahsan hayya bina nabda'u ya bidhamma huwa ma ahsan li'annahu bil fusha nabda'u laisa nabda laisa naqra bil waqfi nabda'u darsana. هكذا يا أستاذ سنادي لأنه ما تقدمه شيء يتغير آخره مثلا لا يتقدمه حرف من أحرف الجزم أي من أحرف الجزم ثم لا يتقدم أيضا حرف من أحرف النواصب لذلك فالأحسن نقرأ نبدأ ليس نبدأ نبدأ درسنا هكذا يا أستاذ. شكراً شكراً. الجميل ما شاء الله. شكراً جميعاً. طيب الآخر. إضافة إضافة مني. الآخر. تفضل يا أستاذ. أستاذ. بعد هيا له ثلاث روايات. بعد هيا هيا هذه جميلة جداً. بعد هيا له ثلاث روايات. هناك من يروى بالرفع. نصب وهناك من يروى بجزم. المهم هيا اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر. من يقول إنه يرفع وهو على الأصح كما قال بويا على الأصح مرفوع. إذن هيا نبدأ. هذا ينظر إلى أنه اسم. هيا اسم قريب إلى الاسم. ومن قال إنه نصب أو ينصب أو نصب فيقول إنه قريب إلى الفعل الأمر. ومن قال بجزم أيضا صحيح ونجد كثيرا في عربية بين يديك. وجدنا كثيرا يروى بجزم هيا ننادهم هيا نناقشهم هذا أيضا يدل على أن اسم فعل الأمر له حكم خاص لا إلى اسم ولا إلى فعل. نعم 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 هذا ما علمني بويا محيط من الحمد لله أنت رجل متواضع شكرا واضح واضح جدا الحمد لله الجواب الإجابة واضحة جدا عند الأستاذ نادي وعندنا أيضا الحمد لله نستفيد كثيرا من إجاباته. طيب الآخر السؤال الآخر تفضل. المهم أن السائل ليس أستاذ قرنية. نعم نعم خلاص خلاص خلاص. الآخر أو نستمر لابد من الاستيعاب استيعاب أريد أن أسألكم والأسئلة تتعلق بالحوارنا اليوم. نعم نعم أستاذ تفضل. من أراد أن يجيب فليتفضل. يا طيب ربما السؤال مني والسؤال هذا يتعلق بالحوار لا لا يحرص من الحوار الاستيعاب. كيف يبدا الاستاذ الدرس؟ من يستطيع ان يعطي الاجابه؟ ويبدا بالبسمله.
كيف يبدا الاستاذ الدرس يبدا الاستاذ بالبسمله طيب هذا استيعاب انظروا الى الشاشه انظروا الى شاشه اي شاشه المحمول طيب او نجيب معا كيف يبدا الاستاذ الدرس يبدا الاستاذ الدرس بالبسمله بالبسمله طيب لو نجيب مثلا ببسمله فقط يكفي كيف يبدا الاستاذ الدرس ببسمله يكفي لكن يبدا الاستاذ الدرس ببسمله هذا احسن طيب من ساله الاستاذ عن الغياب من سال رئيس الفصل عن الغياب رئيس الفصل رئيس الفصل صحيح هل كل الطلبة حاضر نعم كلهم حاضر كل الطلبة نعم كلها كل الطلبة حاضر طيب هل هناك طالب متأخر نعم هناك طالب متأخر صحيح ما اسمه ولماذا تأخر سلمان سلمان لأنه حينما يتركب يحاول أنا لأن سلمان الطريق مستقيما لأنه وجد الطريق مزدحما وجد سلمان في الطريق مزدحما مزدحما حتى يتأخر في الحضور إلى المدرسة طيب جميل جدا الإجابة ثم هل يجوز التأخر دون عذر لا لا يجوز طيب شكرا لكم الآن أريد أن أسمع منكم الحوار مرة ثانية الأساتذة كالمدرس والأستاذات كالطلاب تفضلوا من الأساتذة أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا طلاب؟ بخير والحمد لله. وكيف حالكم أنت يا أستاذ؟ بخير والحمد لله. هيا بنا نبدأ ببسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعلمنا الأسبوع الماضي ما في مادة النحو وسنواصل اليوم بإذن الله تعالى مادة الصرف هل أنتم جاهزون؟ نعم نحن مستعدون يا أستاذ جميل شكرا هيا نسأل رئيس الفصل عن الغياب هل حضرت الطلبة يا رئيس الفصل؟ نعم حضرتهم ووضعت أسماءهم في الحضور هل هناك طالب غائب اليوم؟ وهل كلهم حاضر؟ وهل منهم طالب متأخر؟ نعم كلهم حاضر والحمد لله الطالب المتأخر هو سلمان يا بني سلمان لماذا أنت متأخر؟ كنت أحاول التكبير في الحضور ولكن عندما ركبت الحافلة وجدت الطريق مزدحما أنت معذور يا سلمان ولكن عرفت أن الزحام من الطبيعة يقرر بك أن تذهب من قبل ولا يتكرر ذلك أبدا حاضرا يا أستاذ طيب لا نطير من الكلام أبنا نبدأ درسنا طيب طيب شكرا لكم أظن نكتفي وتفضل البرنامج سأعطي لكم الفرصة إلى من؟ رئيس البرنامج؟ إلى يا أستاذ تفضل يا أستاذ كريم طيب هيا بنا أيها أساتذة وأستاذات نسمع توجيهات من أستاذ رحمت كورنيا السلام عليكم أستاذ Ustaz Kurnia, Ustaz Rahmat,
Ustaz Rahmat Maujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bahalukum antum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan ala ta'limikum ya Syekh Muhid. Waalaikumsalam. Masyaallah barakallahu fiik. Ta'lim at-ta'limu mumtaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Falidzalika madza ma uridu an aqul yakni faqat syukran jazakumullahu khairan wa istamiru istamiru wastamiru hadza ta'lim syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Afan ya Ustaz Rahmat. Tip, ayu hal-hal birun. Ustaz, kami ya rumah atau jihad al-akhra minna Ustaz, minal musyrifin. Ya, nah, minal musyrifin, minal Ustaz Anas. Tafadol ya Ustaz. Ustaz Anas, Ustaz Adi, Ustaz Arif, Ustaz Sanu, tafadol. Min Ustaz Arif. Salanas, maksudnya Salanas. Khalil. Tafadhal Ustaz, hal ziyada. Selaki kau nurid minal ustad wal ustada. Iza kanat lahumul fursa lil hifzi. Fa yasurna masalan antahfadu hadal khiwar. Naam, insyaAllah. Khiwar katabnahu min ajlikum. Katabna hadal khiwar lakum wa min ajlikum. Antum. Katabna ibarat, katabna jumal. Hadhihi al-ibarat wa hadhihi al-jumal musta'malah. Musta'malah. Wa wasaturthi, turthi bimakna turthi bimakna menumbuhkan. Turthi kudratakum fil lughatil arabiyyah wa tahaddutsil arabiyyah. Naam, hadha fil haqiqa la la ta'tadu hadha taklif la wa inna ma hadha min ajlikum antum idza stata'tum an tatahaddatsu bil lughatil arabiyyah fa fal ijabiyat lakum al ijabiyat lakum laisa lana al ijabiyat lakum wa natija lakum. Jika kana fi nihayati hadzal barnamij wa ma jiltum ghairu qadirin bit tahaddutsi lil lughatil arabiyyah fal khata'u khata'ukum. Naam. Limadha li'anna hadhihi ta'birat, hadhihi ta'birat mustaqmilah wa katabna min ajlikum antum. Wa du'u al-fursata, du'u al-fursata. Masalan aw sa'un fasa'a fil yaum lil hifdhi hadhihi al-hiwarat wa lil hifdhi hadhihi ta'birat. Naam. Hatta tatahaddatsu bil lughatil arabiyyah. Naam, syukran. Syukran ya Ustaz Anas. Min Ustaz Dayat, tafadhol ya Ustaz. Am Ustaz. Bisa oi. Ikulli musyrif adha Ustaz. Oh, naam. Kajuz di fil majmu'ah naam. Oh, ba'da intiha. Rubama ba'duna lam ya'rif. لكل مشرف اعضاء صحيح نعم ربما بعضنا لم يعرف من المشرف واعضاءكم نعم لذلك نوزي مره اخرى نعم مشرفين واسماء نعم يوزي في الجروب يا وزعناها ولكن نعم نعم ومن استاذ سانو واستاذ عارف tafadhala. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama wajadna fi ada sufil khiwar hunaka kalimat la yataqrarar dari keabada ama min anji nafsi la buddha an nukarir fil qira'ah al mutakarru al khiwar karir. Awada nahnu
Naam, hatta nata'awwada nahnu fi kalam akad ya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-akhir min Ustaz Arif. Tafadhal ya Ustaz. Yakfi mungkin saya. Yakfi. Baik. Syukran ayuhal ashabit. Baik, alhamdulillah ayuhal ashabit. Wa ustadzat laqasuna ila nihayatil barnamij. Hayya nakhtatim liqa'ana bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashkurukum ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum fi hadzal barnamij. Natakif maratan ukhra fil usbu'il qadim insyaallah. Insyaallah. Arakum ala khairin wa maril muhadir lil usbu'il qadim ya akhul karim. Saya kun muhadir Ustaz Yaud Ustaz Anas ila Ustaz au Ustaz Dayat. Ya Tarif Rahman. Oh, Ustaz Arif. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ustaz Hafiz Akbar. Baik. Ustaz Hafiz. Naam, Ustaz. Naam. Antum musta'id fi usbu'il qadim. Insyaallah ya, la budda nasta'id. La bud la bud. Insyaallah jalasa insyaallah. Insyaallah insyaallah. Tanja. Amin. Baik, ayo Ustaz, khalas ya. Khalas toh? Khalas. Baik, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Syukran lakum. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.